صباح الخير يا جريد 8، يا رب تكونوا بخير. النهارده هناخد الدرس الثالث من الوحده الثالثه، هجره النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبناء الدوله. والمفروض ان احنا كنا هناخد معاه حته من غزوات الرسول عليه الصلاه والسلام، بس هنأجلها للاسبوع الجاي او فيديو الاسبوع الجاي ان شاء الله. مبدئيا كده تعالى ما نفتكر مع بعض حصل ايه اخر حاجه، او اخر درس تاريخ اتكلمنا عن ان الرسول عليه الصلاه والسلام مر بعام اسمه عام الحزن، وهو العام الذي توفت فيه زوجه الرسول وعمه ابو طالب عليهما السلام. فربنا حب يغير للرسول وجهته في نشر الاسلام، فامروا برحله الطائف، بس للاسف لم تاتي رحله الطائف كما وضع عليها الرسول يعني، ورفضت قبيله ثقيف ان تقبل الدعوه الإسلامية، وطردوا الرسول عليه الصلاة والسلام من الطائف. فربنا بقى حب يكافئه مكافأة كبيرة جدا، عمل له رحلة الإسراء والمعراج اللي ما صدقوش حد فيها تقريبا غير صديقه أبو بكر، لذلك سمي بالصديق لأنه صدق الرسول عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج. الدرس بتاع النهارده هيبتدي بان الرسول عليه الصلاه والسلام هيفكر يهاجر بره مكه، او بره الحته اللي هو قاعد فيها، علشان ينشر الدين الاسلامي. لو انت فاكر معايا، كانت اول هجره امر بها الله للمسلمين الهجره الى الحبشه، ولكن لم يذهب معهم الرسول. الرسول فضل قاعد زي ما هو في مكه وما راحش معاهم. هاجروا للحبشه ليه؟ هربا من ايذاء الكفار، ولان الحبشه بها ملك عادل لا يظلم احد. الرسول عليه الصلاه والسلام المفروض دلوقتي ان هو قاعد عادي جدا في مكه، عشان يعرض الدين الجديد على القبائل اللي جايه تحج في مكه. نوقف هنا بقى ونقول ايه مش نحج في مكه، دي ما كان لسه اصلا الحج ما اتفرضش. لا، هم جايين يحجوا للاصنام زي ما احنا اتفقنا وشفنا صوره فاول مره خالص اتكلمنا فيها عن عباده الاصنام في شبه الجزيره العربيه. قلت لك ان هم كانوا بيرصوا الاصنام حوالين الكعبه، علشان الناس من مختلف الجهات في شبه الجزيره العربيه يجوا ويحجوا حوالين الكعبه للاصنام اللي حوالين الكعبه. المهم، الرسول عليه الصلاه والسلام فضل قاعد في موسم الحج اللي بيجي يحج فيه الناس يعني في مكه، يدعو الناس الى الدين الجديد وهو الدين الاسلامي، لحد لما في يوم الرسول قاعد في منطقه اسمها العقبه. العقبه دي حته يعني جزء من اجزاء قبيله قريش، او جزء من اجزاء مكه. هو قاعد كده على جنب، جاله سته من اهل يثرب. يثرب هي احد المدن اللي موجوده في شبه الجزيره العربيه، وقالوا له هل انت الرسول الجديد؟ قال لهم اه. المهم قالوا له طب احنا عندنا شويه اسئله. اليهود اللي عندنا في يثرب قالوا لنا ان في فعلا نبي اسمه احمد، والنبي ده هيبقى اخر نبي يرسله الله، وقالوا لنا على شويه مواصفات ليه وشويه حاجات المفروض ان هو يبقى عارفها. فاحنا جايين نسالك هل شويه الاسئله دول ونعرف ونرجع بالاجابات دي لليهود، عشان نعرف اذا كنت انت النبي ولا كنت بتضحك علينا. المهم، الرسول عليه الصلاه والسلام قعد مع السته من اهل يثرب دول، دعاهم للاسلام وقال لهم وجاوب على اسئلتهم. روح السته دول من اهل يثرب، والسنه اللي بعدها الكلام ده كان سنه 11 من البعثه. احنا زي ما اتفقنا برضو ان انا عندي تاريخ هجري بدايه من هجره الرسول اللي انا لسه ما عملتهاش، او لسه ما شرحتهاش، او انا لسه ما خليتوش يهاجر اصلا، وعندي تاريخ من البعثه. يعني الرسول كان بقاله 11 سنه بينشر الدين الاسلامي، طبعا منهم 3 سنين كان بينشرها سرا. اوكي، طيب سنه 11 من البعثه كان عددهم 6. السنة اللي بعدها سنة 12 من البعثة حدثت بيعة اسمها بيعة العقبة الأولى. احنا قلنا ايه هي العقبة؟ هي مكان كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود فيه. بيعة العقبة الأولى كانت سنة 12 من البعثة. الستة اللي كانوا من أهل يثرب السنة اللي فاتت راحوا حكوا في يثرب عن رسول عليه الصلاة والسلام. الستة دول بقوا 12 رجلا من أهل يثرب السنة اللي بعدها. ال 12 دول جم عشان يبايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام للدين الجديد. فالرسول اشترط عليهم 3 شروط، اللي هي شروط بيعة العقبة الأولى: ألا يشركوا بالله، ما يعبدوش حد غير ربنا، ألا يسرقون ولا يقتلون أولادهم، ما يسرقوش حاجة من حد وما يقتلوش أولادهم، اللي هو اللي احنا كنا متفقين عليه من العادات السيئة لسكان شبه الجزيرة العربية، وأد البنات، لا احنا هنمنع وأد البنات. رقم 3: ألا يعصونه في معروف، لما يقول لكم حاجة تعملوها ما تعصونيش. النتائج المترتبة على بيعة العقبة الأولى: أرسل الرسول مع ال 12 رجل من أهل يثرب دول واحد اسمه مصعب ابن عمير، بما تفسر أرسلوا معاهم ليعلمهم أمور الدين. مش منطقي أبدا اليومين ثلاثة اللي هم جايين يقعدوا فيه مع الرسول علشان يعرفهم على أمور الدين، الرسول هيعرف يقول لهم كل حاجة، إزاي يصوموا، إزاي يصلوا، إزاي يزكوا، الآيات اللي نزلت على الرسول،
مش طبيعي يعني. فهنبعت معاهم مصعب بن عمير كأول سفير في الإسلام، أول سفير في الإسلام، أول سفير في الإسلام مصعب بن عمير، هيعلمهم أمور الدين. السنة اللي بعدها سنة 13 من الهجرة، الرسول عليه الصلاة والسلام قاعد في مكانه في العقبة، حدثت بيعة العقبة الثانية. ال 12 راجل دول بقوا 73 رجلا وامرأتين، يعني توتال كده 75 شخص، 73 رجلا وامرأتين. الرسول عليه الصلاة والسلام المرة دي شرط عليهم شرط جديد، أن ينصروا إن هاجر إليهم، يعني لو أنا جيت لكم انصروني وقفوا جنبي. وافق طبعا أهل يثرب على نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، والنتائج اللي ترتبت على كده أمر الرسول المسلمين بالهجرة إلى يثرب. المسلمين اللي قاعدين في الحبشة، المسلمين اللي قاعدين في مكة، يلا بينا هنهاجر كلنا نقعد مع بعض كدولة إسلامية واحدة، أو في دولة إسلامية واحدة وهي يثرب. كل الناس، كل المسلمين هيهاجروا إلى يثرب ما عدا الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام زي التيتشرز كده، زي المدرسين بتوع الحصة الأخيرة، أنا مش هقفل الباب وأمشي من غير ما ألاقي آخر ستودنت من قدامي نزل. الرسول عمل كده، أنا مش همشي وأسيب مكة غير لما آخر واحد مسلم يخرج من مكة. لما المشركين او الكفار بتوع قريش شافوا المسلمين بيتحركوا ناحيه يثرب، طبعا جه في دماغهم ان طبعا الرسول هيهاجر معاهم. الرسول لو خرج بره مكه وهاجر الى يثرب هيتوسع او في دعوه الاسلاميه، او هيتوسع في الدعوه الاسلاميه، ودي حاجه ما كانش المشركين عايزينها. فعمل المشركين او عملت قبيله قريش مؤامره ضد الرسول عليه الصلاه والسلام، هنقتله. طيب المؤامرة دي حصلت ازاي؟ يلا بينا. سبب المؤامرة لمنع الرسول من الهجرة، لا الرسول ما ينفعش يهاجر ويسيبنا، مكانها دار الندوة، اجتمعوا في حتة اسمها دار الندوة. لو انت فاكر معايا انا خدت دار قبل كده، دار الارقم، ابن ابي الارقم، اول مدرسة في الاسلام اللي كان بيجتمع فيها الرسول مع الناس اللي امنوا بالدين الجديد سرا قبل ما ينشر الدين الاسلامي. عندي تاني دار في المنهج، دار الندوة اللي اجتمع فيها كفار قريش للقضاء على الرسول. ايه الخطة بقى؟ الخطة ان مكة كان فيها مجموعة من القبائل، هناخد من كل قبيلة رجل علشان نقتل الرسول. ليه بقى؟ عشان لما الرسول يموت، او لو الرسول مات اتقتل على ايد واحد بس مثلا، فلنفترض من قبيلة قريش، كل المسلمين اللي في الحبشة واللي في يثرب هيجوا عشان يقتلوا مين؟ هيجوا عشان يقتلوا الراجل او القبيلة كلها اللي قتلت الرسول. لا، ده احنا كل القبائل هتقتل الرسول بحيث ان دمه يتفرق على القبائل. لو جه مثلا حبيت اقتل القبيلة دي، لا القبيلة دي هتدافع عني، وهكذا. فالخطة ان هم هيفرقوا دم الرسول عليه الصلاة والسلام على جميع القبائل. طبعا هنا حتة بقى ان الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا ربنا نجاه، فشلت المؤامرة دي. وطبعا زي ما انت عارف ان الرسول الوحي اللي هو سيدنا جبريل نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يطرق عليه ابن ابي طالب اللي هو ابن عمه في الفراش بدلا منه، ويخرج ويفتح الباب ويخرج ويعدي من قدام الكفار، وهو يتلو آية وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، وعدى الرسول قدام الكفار وهم ما كانوش شايفينه، ودخلوا بعد كده البيت لقوا صبي صغير نايم في الفراش مكان الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان علي بن أبي طالب علشان يتوههم أو عشان يخدعهم. وبكده فشلت مؤامرة الرسول عليه الصلاة والسلام، قريش ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، وابتدت خطة الرسول في الهجرة. الحقيقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطط للهجرة، وخلينا نتقل على كلمة خطط دي، جهز للهجرة بتاعته مع مجموعة من المسلمين. كل المسلمين خرجوا الحمد لله، ما تبقاش معاه غير اثنين، أبو بكر الصديق صديقه صاحبه قوي، وعلي بن أبي طالب. أبو بكر الصديق أمره الرسول بتأجير ناقتين، ناقتين اللي هما جملين، يعني علشان نسافر بقى، احنا مسافرين، فأنت هتأجر جملين وهتستناني على بداية قبيلة قريش عشان نخرج مع بعض نروح يثرب. طب هل يعقل ان الرسول وابو بكر الصديق لما يروحوا من المكة الى يثرب هياخدوا الطريق العادي اللي كل الناس بتاخده؟ لا، ده هم لو عملوا كده الكفار هيجوا وراهم هيقتلوا الرسول. ففكر الرسول او خطط ان هو يأجر دليل اللي هو مرشد سياحي، يعني هيدخل بيهم او هيوصلهم الى يثرب بطريق غير مباشر، هناخد طريق تاني، كانك كده مش عايز تروح القاهره من على الصحراوي فهتروح من على الزراعي، يعني كده هناخد طريق تاني،
المهم ما يكونش مين عارفه، ما يكونش عارفه الكفار. فأجر الرسول عليه الصلاة والسلام دليل اللي هو مرشد سياحي اسمه عبد الله بن أريقط، عبد الله بن أريقط هنأجره علشان يمشينا في الصحراء عشان يوصلنا إلى يثرب، وهنسيب علي بن أبي طالب نائم في الفراش لتضليل الكفار وعشان يرد الأمانات إلى أصحابها. ما تنساش إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالصادق الأمين، لأن كان الناس بتروح تعين عنده فلوس وبتعين عنده أمانات، فمش طبيعي إن هو يمشي والأمانات دي عنده. فعلي بن أبي طالب اداله كل الأمانات وقال له كل حاجة بتاعت مين علشان يروح يوديهم ليه أو يرجعهم لأصحابهم بعد ما الرسول يسافر. جميل. طلع عبد الله بن أريقط أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق وهم راكبين الناقات إلى طريق إلى يثرب بشكل غير مباشر. هنروح كده هنقعد نلفلف كده في الصحراء لحد ما نوصل إلى يثرب. طيب هنيجي نفكر بقى، الرسول وهو ماشي هو وعبد الله بن أريقط وأبو بكر الصديق وهم ماشيين، طب ما الجمل هيسيب أثر في الرمل بتاع الصحراء. الرسول قال لك آه، ممكن بقى الكفار يمشوا وراء الآثار بتاعت الجمل دي ويعرفوا يوصلوا لنا. لا احنا هنعمل ايه بقى، هنروح لعامر ابن فهيرة. عامر ابن فهيرة ده كان عنده مجموعة من الأغنام وكان بيرعاها في الصحراء. الرسول عليه الصلاة والسلام هيمشي قدام هو وأبو بكر الصديق بالجمل ووراهم عامر بن فهيرة بالأغنام، فأثار أقدام الأغنام هتقضي على أثار أقدام إيه؟ الجنان. حلو. هيطلبوا من عبد الله بن أريقط إنه يسيبهم عند غار اسمه غار ثور. غار ثور تاني غار معايا في المنهج. كان عندي غار حراء اللي كان بيتعبد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام واللي نزل عليه فيه جبريل لأول مرة. الغار الثاني غار ثور، الغار اللي هيستخبى فيه الرسول وأبو بكر الصديق جواه لمدة 3 أيام لحد ما الكفار يبطلوا يدوروا عنهم. عبد الله بن أريقط وصل الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق إلى غار ثور. دخل الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق عشان يستخبوا فين؟ في الغار. مش هياكلوا الناس دي، مش هتشرب لمده 3 ايام، لا دول هياكلوا ويشربوا. مين هيجيب لهم الاكل؟ اسماء بنت ابي بكر كانت بتلف الاكل حوالين بطنها وكانت بتروح توديه لهم في الغار عشان ياكلوا. وفي نفس الوقت عبد الله بن ابي بكر او عبد الله بن ابو بكر، ده ابن ابو بكر برضو، كان بيتقصى عن اخبار المشركين ويقولها لاسماء بنت ابي بكر عشان تقولها لمين؟ للرسول وابو بكر الصديق، ويعرفوا المشركين بيعملوا ايه او بيخططوا لايه. خلي بالك ان عبد الله بن ابي بكر واسماء بنت ابي بكر في الوقت ده ما كانوش معلنين اسلامهم، يعني هما كانوا مسلمين بس كانوا قايلين للكفار ان احنا لا احنا مش مسلمين، وازاي بابا يعمل كده والكلام ده علشان الناس الكفار او المشركين يامنوا ويتكلموا قدامهم فيبقوا عارفين ايه الاخبار بتاعتهم ايه. المهم الرسول عليه الصلاه والسلام وابو بكر قعدوا 3 ايام في غار ثور. اسماء بنت ابي بكر كانت بتمدهم بالمعلومات اللي بيجيبها لها عبد الله بن ابي بكر والاكل، وكانوا بقى ايه قعدوا الثلاث ايام دول لحد ما نزل الوحي على الرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم يلا ايه اخرجوا وكملوا طريقكم الى ايه الى يثرب. وطبعا نهيت عن، انت عارف الحدوته بتاعت ان ربنا حب يضلل الكفار كمان زياده عن اللزوم يعني، وعمل خلى الحمام يبيض على الغار والعنكبوت يعمل الخدود بتاعته دي علشان يفتكر الناس الكفار ان ما فيش حد في الغار فما يدخلوش يدوروا جوه. المهم نجحت خطة الرسول عليه الصلاة والسلام ووصل إلى يثرب. أسباب نجاح خطة الرسول بما تفسر توفيق من الله، طبعا دي حاجة طبيعية، ممكن الإنسان يخطط كويس ويشتغل ويعمل كل حاجة بس ربنا ما يريدش إنه يتوفق، بس الحمد لله ربنا وفق الرسول وأبو بكر الصديق في خطتهم. رقم 2 التخطيط الجيد للهجرة، زي ما أنت شايف كده الرسول عليه الصلاة والسلام كان عامل حساب كل حاجة. رقم 3 السرية التامة، هو ما قالش لحد خالص وكان الأشخاص معدودين اللي كانوا عارفين الخطة. اختيار الأشخاص القادرين على العمل، زي مثلا ما ينفعش مثلا أجيب كهربائي وهو بيصلح الكهرباء أقول له معلش بص لي أصل الغاز بيسرب مثلا، مفيش الكلام ده. هو لما حب يجيب أغنام جاب واحد أصلا راعي أغنام اللي هو عامر بن فهيرة، لما حب يجيب دليل علشان يرشده داخل الصحراء جاب واحد أصلا مرشد سياحي جوه الصحراء اللي هو عبد الله بن أريقط، وهكذا. وبكده نجحت خطة الرسول عليه الصلاة والسلام ووصل إلى يثرب، وتحول اسم يثرب عند دخول الرسول عليه الصلاة والسلام إليها إلى المدينة المنورة لأنها أنارت بوجود الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة عمل 3 حاجات.
اولها بناء مسجد. وطبعا انت عارف ان الناقه اللي كان راكبها الرسول فضلت ماشيه 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 لحد ما بركت في مكان، بركت يعني قعدت في مكان، فامر الرسول عليه الصلاه والسلام ببناء مسجد مكان ما الناقه قعدت. كان اول مسجد في المدينه. المسجد كان له 3 فوائد: كان مقرا للحكم، هيقعدوا فيه يتفقوا على الغزوات، هيقعدوا فيه يناقشوا سياسات الدوله، دار للعباده هنصلي فيه، مدرسه لتعليم المسلمين مبادئ الدين. طبعا ان كان لسه مش كل الفروض كانت اتفرضت على الناس، فكان الناس محتاجه تتعلم ازاي تصلي وازاي تصوم، والاستشارات اللي كان الرسول عليه الصلاه والسلام بيقدمها للمسلمين كل ده هيتم بداخل المسجد. يبقى لما يقول لي دلل على صحه العباره التاليه: لم يكن المسجد في الاسلام او اول الاسلام دار للعباده فقط، هتقول له عباره صحيحه، لانه كان مقرا للحكم ومدرسه لتعليم المسلمين مبادئ الدين الاسلامي. تاني حاجة عملها الرسول عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار. وهنا عندي تعريفين: من هم المهاجرين؟ من هم الأنصار؟ المهاجرين هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. الأنصار هم أهل يثرب الذين نصروا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إليهم. أخى ما بينهم إزاي؟ يعني كان بيروح للي من الأنصار ده يقول له أنت عندك كام بيت؟ يقول له عندي بيتين. يقول له طب إدي بيت لأخاك المهاجر. فكانوا بيقسموا على بعض البيوت. عندك مبلغ من المال ممكن تقسمه مع صديقك المهاجر ده علشان نعرف يعيش لحد لما الأمور تستقر شوية ويبتدي يديك إيه الفلوس بتاعتك. قام الرسول عليه الصلاة والسلام أو تالت حاجة بوضع مبادئ للتعايش مع الآخر. يعني عمل إيه؟ عمل صحيفة، شايفين الصفحة اللي قدامكم دي، جاب صحيفة وكتب فيها الأمور أو المجموعة من المبادئ اللي هيمشي عليها الناس بتوع اللي عايشين في المدينة، لأن طبعا المدينة كانت فيها يعني ناس مختلفة، كان في يهود، كان في ناس لسه بتعبد الأصنام، كان في مسلمين، فاحنا عايزين ننسق العلاقات ما بيننا ومن بعض. ما فيش حاجة هتنسق العلاقات ما بيننا وما بين بعض إلا رولز، القواعد يعني. فنسق العلاقات بين أفراد المدينة وتحديد حقوق وواجبات كل فرد، وأمن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أهل المدينة على أموالهم وأرواحهم، وترك لهم حرية العبادة الدينية. اللي عايز يدخل في الإسلام أهلا وسهلا، واللي مش عايز يدخل الإسلام لكم دينكم ولي الدين. وبكده الدرس بتاع النهاردة خلص. أخذنا فيه إزاي هاجر الرسول، خطته للهجرة، مؤامرة قريش ضد الرسول، وأخذنا كمان إيه 3 أعمال اللي عملهم الرسول أول ما دخل المدينة المنورة: بناء مسجد، المواخاة بين المهاجرين والأنصار، ووضع مبادئ التعايش مع الآخر اللي هو صحيفة المدينة. شكرا ليك يا جريد 8، واشوفك ان شاء الله الحصه الجايه.